السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت، حقكم علينا ما تزعلوش مننا. والنهاردة اليوم مش عادي من أوله لحد دلوقتي. هو مش عادي بصراحة، أقسم بالله اليوم غير طبيعي بالمرة. إيه رأيكم؟ بصوا العظمة، بطوط عاملة عظمة النهاردة. اعتذاراتي القلبية لكل متابعينا وفانزاتنا، فانزات بابا، فانزات ماما بطة، فانزاتي وحمادي، بتقعد براحتها زي ما عايزة. بطوط براحتها زي ما هي عايزه. ايه رايك؟ عامله لنا عظم. خلينا هنا مكرونه. الفيديو ده فيديو للناس المحترمه تتفرج علينا وتسمعنا وتشوفنا وتشوفنا احنا بنعمل ايه. استنى، خلينا نضحك يا جماعه. هناك محتوانا ما نوقفوش عشان هناك الحاجات التانية الحلوه اللي بتحبيها. ومش هذكر اسمك هنا عشان انت نكره، ما يستحقش ان انا اذكر اسمك. هكبرك ليه؟ ما ينفعش. انت اصلا فاسيه بالنسبه لي. ما ينفعش. في حد يقطع هي المغرفة؟ هي كده هتضحك علينا الاعداء والشلاشيح والجرابيع. انا اساسا طب بذمتك يا ماما، في حد يقطع كده؟ انا عاملاها سليمه والله. انت عاملاها سليمه ماشي، في حد يقطع بقى كده؟ فضحتينا قدام الاجانب. جسمي قدام الكاميرا يتريق عليها. فضحتنا ولا لا؟ عادي. فضحتيني. انا هم متعودين على ارض. احنا نمسك الصينيه بقى. لا ده احنا نمسك الصينيه بقى. لا ده انت تمسك الشيشه بقى. ايه رايكم؟ لا فعلا فعلا عاملاها الخرطه بخرطتها يا ولاد، ولكن انا تقطيعتي انتوا عارفين تقطيعتي. لا ده عصام، الفرق بين الراجل والمراه غير الفرق كل الناس عارفاه. قال له ايه لازمتها الدخله دي؟ ارفعها تسوقي. قال له انا جاي لك برضه في دخله. ده انا جايك في دخله يا ابو عايز. بيقول لك انا ما بفهمش هو بيقول ايه. قلت لها انا بفهم عشان انا بفهم صعيدي. انا قلت لها انا بفهم عشان انا بفهم صعيدي. هو راجل صعيدي يا جدعان، فبيتكلم بكل اللغه الصعيديه الجميله بتاعتنا بتوع اهلنا في الصعيد. اهلنا في الصعيد الناس الرجاله، صحابهم الرجاله اللي بتقف في ظهر بعضيها. مش لما اخذ الرجاله اللي في شارع في تعرفها طبعا. انا بص مش ما من النبي ما تجيبوش السيره يا جدعان. انا هفتح في الكلام وايه؟ اسكت يا لساني لحد ما تروح على ايه؟ التاني. الاخير ربه كريم يا جدعان، وانا الاخير في القعده. لا يا حماده، ده انت الاول. لا وربي وما اعبد، انا اللي هاخد اخر واحد. والله ابدا ما تحلف عليا. ده انت قبلهم كلهم. لا والله ما هاخد انا في الاول. ما انا مش هاخد. لا انا حلفت. كبير عليا. كبير عليا، مش هاخد. انا حلفت. انت عارف ان انا بقيت اكل حاجات قليله. خد اللي تاكليه والباقي سيبيه. ما عندناش مشكله خالص. بطوط عامله لنا يا جدعان فضل خيركم، اصل بطوط بتصرف علينا. ليكي دعوه بقى انت؟ لا انا بتقعد قدامي بشعرها. ليكي دعوه؟ امي وتعمل اللي هي عايزاه. لكن انت فين امك؟ مالكيش ام اساسا. 44 انت لقوكي في ملجا؟ لقوكي في الشارع فحطيتي في ملجا؟ ربوكي؟ ويا ريت هم ربوكي، لان انت طلعتي مش متربيه. لا مفيش تربيه. ايوه ما انا بقول اهو، حطيتي في ملجا على اساس تتربي، لكن برضه طلعتي مش متربيه. فانت مفيش، ما اعرفلكيش اهل بصراحه. ان كان ابوك حرامي ولا امك حراميه ولا عيلتك كلها حراميه، ما علينا. خلينا بطوط بقى ايه؟ صرفه ومكلفه. هو فين المخلل يا بطوط؟ هو في حته من غير مخلل؟ كنت جبت مخلل معاك. احنا اللي كنا نجيب؟ انا كنت بجيب. يعني يا بطوط المفروض انت تتكلم مخلل. دي ليفر يا بطوط. دي ليفر يا بطوط، مفيش اسرع منه دلوقتي. يعني هتجيب السوبر ماركت على شويه مخلل. بعد اذنك عايزين نص كيلو مخلل. عادي هيجي لك خالص. السوبر ماركت عندهم حساسيه منها. عندهم حساسيه من السوبر ماركت؟ تعالي يا بنت اوريك السوبر ماركت اللي انا فاتحه. يا نهار اسود. ايه رايكم؟ السوبر ماركت بتاعي جامد قوي. استنى بس، احنا عايزين نوريهم شطاره بطوط. بطوط بقى صرفه مكلفه. شايفين الخرطه بخرطتها ازاي؟ صرفه مكلفه عامله ايه؟ نفس اللي انا بعمله بالظبط. طبعا انتوا عارفين اللحمه غاليه. نفس الامكانيات. اللحمه غاليه وعامله لنا مكرونه بشاميل. طبعا المكرونه بشاميل دي محتوياتها كتير، مش مجرد بس مكرونه ولحمه زي ما انتوا شايفين. دي مكرونه وجواها لحمه وجواها بقى بيض ودقيق ولبن وجبن موتزاريلا وجبنه موتزاريلا وجبنه رومي. لا مكلفه وصرف تصرف علينا. مزونه منور الكاميرا حبيب قلب بابا، ربنا يخليك ليا انت وابوك يا رب. وعموري قاعد وماما بط حبيبي، ربنا يخليك لينا. عجبك يا عمر؟ فاكرين ان هم ما لهمش راجل يا اولاد الكلب يا شباشيح؟
ده انا هخليكم تلفوا حوالين نفسكم. يعني اقسم بالله اقسم بالله وما بحلف بربنا كده، اقسم بالله لخليكم واحد واحد وواحده واحده تقولوا انا هصحص وهصحص. لما انا بتعاصي بص خليها لما عيالها تورم وفي خدها تورم. يا جماعه عايزين نستمتع بالاكل بسيره حلوه. لو اي قرار قذره طلعت منكم هتاخد شلضمه هتاخد بالجزمه القديمه. هتكون شايفين سفنات وانت وانت لسه صغيره وعندك ولادك صغيرين كده، ما كنت بتحب تقبلي ابنك او بنتك؟ طبعا انت عندك بنات ربنا يخليهم، ما كنت تحب تقبلي بناتك؟ بنات بنات اولادك احفادك مثلا؟ والله العظيم اللي بتخد بتطيره ومن ايديه بقى ومن دماغه. مش دي مش دي كده الام؟ ودي كده الجده اللي بتبوس بوسه طبيعيه؟ انما دي صعبه. ماسك لي في نغمه الحرمان وعمال تشتكي تهوي، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الجاي اللي هيهوي. وجعتك ده انت تخرب بلد وطلال هدت حكمتك حق السعوديه عيني. فين هو انت اشتريتني هسيبك؟ بعت لها الورقه من هناك. احمد قلت له ما بعتش ورقه. لما بيعمل حد اعوذ بالله قلت له ما بعتش ورقه بيسحب على رجليه. قلت له بيلم على العرق. ما ببيعتش ورق. طب دول بيلم على العرق. بس بيع القلحه حديده وبعيد. ما بيلم على العرق يا حاج. ايوه دي قطانه ما بتتعرقش. راجل بيعرق وبيلم فلوس. فظيعه. يعني دخل جاي له اضافي ثابت. ما تخافش بجد. يعني دخل ثابت. قال لك مين يقدر عليها تخرب بيتها؟ الحجم العائلي ده يا جدعان. انا بحب استمتع بالاكل على نفسي. الحجم العائلي. في سيره عزله فاهمين؟ عشان كده تلاقوني باكل وساكته. فيديوهات انا العفيف بتاعك. لايفات. انا الشبح بتاعي. اي حاجه تتخيليها صبح وليل انا بتاعك ومرسوم على بتاعك. مصر يا حبيبتي فراوله خليتها عين تطلع على الباب تعيط. يا ستي بقول لك ايه؟ انا بموت فيها فراوله. ان كان فراوله ان كان ان كان اميمه ان كان رشا ان كان اي حد دي ايتام دي ناس محترمه وبتقول حيوانه وده ما يسوقش معاك الكلام ده. مصر فيها تجاري فراوله وهي انسانه محترمه. بتتصرف فيه يعني انتان. طب ليه كده الشغاله دي؟ بقول لك يا حاجه صلي على رسول الله. صلى على رسول الله ورشا ام فضلاء. انا قلتها كلمه وهي حكمه. واحده بتصبحيها بعلقه وتمسيها بعلقه. لما تيجي يوم تعالى يا عمرو احط لك كده ما تضربهاش. ايه اللي يحصل؟ مش عايز؟ اتعودت على الضرب فهتسأل هو انا ما اتضربتش ليه النهارده؟ لا وتقول لك ان هي انا كده بدافع عن شرفه. هو شرف مش موجود. امسك ده. انا ما شفتش. ايوه شرف دي ماسكه فينا. انا بتهيألي كان في ترقيع. انا بتهيألي كان في ترقيع ما كانش في شرف عشان هتوقع الستاند. لا انت قول وتدعي على راي عمرو عبد الجليل. قال له ايه ده؟ قال له انا ذبحت حمامه. وتدعي على عيالك ان شاء الله عيالك انت يا شيخ اللي يقطعوا حتت. انت واهلك يا بنت الجزمه بتدعي على احفاد اللي ربنا ينتقل منهم. طب بطوط ما تحرقيش في دمك. دي مرأة انا مكيفها. انا مكيفها والله. والله مكيفها بتدعي على عيالك. اقسم بالله مكيفها رايح جاي. ولسه ولسه جابت مننا حاجه. مرأة قذرة. فاكرين الفيلم بتاع عمرو؟ هما بيدعوا على عيالنا. دعينا على عيالنا النكرة دي النكرة. انا عيال الواد اللي بتغتصبيه واللي داخلة تقول لك ايه؟ ايه نور بتدعى نور مين يا مين نور؟ بنت ال اسمها ايه؟ عارة يا حاجة. ما قتلتك من مصر. بتدعى علينا مش الاول تحارب وقف عشان انا كل لايف انا بحاول كده اعمل لكم لايف في حته ينفع اشغل فيها اغاني. هدور على المنصه ينفع اشغل فيها اغاني. اقول لكم حاجه ابقى افتح لكم لايف على التيك توك باسم بيشغل اغاني وكل شويه اشغل لها اغنيه ايه؟ ماسك لي في نغمه الحرمان وعمال تبكي. بس التيك توك بيعملوه حساسيه. اقول لك مين اللي كان بيكبس؟ العبد لله. التكبيس بتاعي صعب خلي بالك. قال ايه؟ قال ايه؟ فاكرك كنبه كبيره. اه. تسع من الحبايب 1000. لا بس ما تسيبهاش. اقسم بالله ما ينفع معاها غير الارض. ده ايه ده جاي؟ وربنا يستر على الجيران. انزلوا تحت. ايه يا ولد انتوا بتعملوا ايه؟ احنا نشوف حته دور ارضي عشان ما يبقاش في حد تحتينا.
دور العبد ده بقى حمار يا عم حروف. لا 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 احمد فكرني بالفيلم تعالى تاني في الدور التاني ناكل لحمه دوني ونحلي بسوداني حبيبي يا مهماها اقسم بالله انا عاملك براند على اليوتيوب كله احمد انا كنت حيشة بالعافيه والله بالعافيه والنعمه دي على عينيا عاملك براند على اليوتيوب كله لكن واضح براند براند بجد لينا ابو حايح ها للسهرات الليليه والسعاده الليليه والراحه الزوجيه بالسعاده كل يوم جسد في ايدك انا بقول لك احنا بقى كنا بنجيب بسيره حد كنا بنتكلم في في اخلاق سيادتك المبجله ولا مهزله ما حصلش يا ابني فرضا اعتبريها محترمه يا شيخه ولا دقيقه ازاي فرضا فرضا يا ابني كان ايه احنا احسن ان هي يا شيخه شويه استنى اكتر من كده بص يا اسريتي صحيح ما احنا مالناش دعوه باسريه دلوقتي اسريه حوله كده كده مش شايفانا جده حولها مش شايفنا اساسا في حته ثانيه هو احنا في مصر؟ لا احنا في بلجيكا خلي بالك. حلو؟ انا هعملك براند يا ابو حايح. ابو عايش عاجبك الاكل؟ لا لا فاكره فاكره الفيلم بتاع محمد سعد الليمبي. بيه؟ لما كانت فيه علي صوتك. تسلم ايدك يا تيتا. لما كان طالع فيه محامي الليمبي 8 جيجا. لما كان واقف في المحكمه وبيدافع على مجرم يعني المفروض ان هو اغتصب دينا ابو حايح تمام وهي لابسه له الحجاب وهو كان جاب لها سجل المكالمات فتقول له سيدي القاضي مش عارف ايه قالت له اجل يا سيدي قال لها نعم يا روح امك اجل يا سيدي سيدي القاضي كانت بتغتصب وفي نفس الوقت استقبلت 6 مكالمات حضرتك ازاي يعني كانت بتدي دقيقه واحده تقول له رايح شويه واكلم المكالمه انا هخليك براند يعني نفسها تتشهر هتموت انا هشارك في مصر والعالم العربي احمد هيشارك اقول لك على حاجه احنا ننزل الهرم مع بعض شارع الهرم ما هي داخله تقول انزل انا اول مره اشوف حد كده انزل نفسها هتموت جيت معاك على لايف انزل يلا انزل انزلي يلا والله انا اتضربت اقول لك على حاجه انا على تم استعداد اكبر احجز اوضه في اكبر فندق بس انت تحاسبي عليها عشان ما بدفعش فلوس في الاشكال دي. نشوف الفندق ده. ما هي بتلم فلوس من احمد فهي هتبقى معاها. اخرها العش. خلاص انا هاجر اوضه تحت بير سلم في اي حته معفنه. ده مش سواها. فين؟ ده مش سواها. ام ده مستواها. ده مستواها؟ مش مستوى اصلا كمان. هي المفروض تبقى تحت. لكن دي يا فندق يا دي شكل دكه الفندق. ده يقول عليها. ما ينفعش عشان هي عليها قواضي. أكيد لو شافوا على البطاقة. بص يا بنت الناس. هتتشرب. لو هي واحدة صادقة في كلامها إن هي حد كويس يعني هنفترض لدقيقة برضه معلش محدش واخد عيني هنفترض لدقيقة إن أنت كويسة. بيبان عليها. يا ابني بيبان. طب ثواني يا ماما بس ثواني هنفترض لدقيقة إن أنت كويسة وأخلاق وقيم وإيه بقى؟ ما بتسيبيش السجادة ولا السبحة. انا افترض الا في الاوقات كل ده فرض الا اللي في الاوقات اللي ربنا كتب عليها الست بتكون محرمه الصلاه والتسبيح تمام؟ ده انثى ترتيب ماشي؟ عجبك يا توتي؟ انا قلت لك حطي كده ايه؟ الفيش اللي عليه بصماتك اللي بيقول ان انت خاليه من الموانع تمام؟ خاليه من الموانع يعني خاليه من الموانع يعني خلي من موانع وخلاص حلو ماشي هو خلاها خلي من اللي يقول ان انت خلي من موانع وانا ساعدها ستي ارفع لك بعض هحط لك بس خرطه خرطه واحده ارفع لك ايه؟ ارفع لك القبعه يا عمالي يا تبطوش يا مالك ما كملتش طبقك ليه؟ والله العظيم بطوطه عامله عظمه النهارده في المكرونه ساعتها ارفع لك القبعه هو ده بر الوالدين يا جماعه ما تفهموش ان هي جت جنبي كده يعني جنبك سنين بشاميل تيجي حلت محشي فاهمين؟ لكن هرتله عايزين نعمل منبار عشان الوالد لينا نعمل ايه؟ منبار منبار؟ هي بتاخد عجالي تاكل منبار عجالي صح؟
نوريها فكره عنها في المنبر. هي بتحب العجالي، انا عارف، هي بتحب المنبر العجالي. احسن ان هي ما بقتش تحب الخيار ولا الكوسه. خلاص الكوسه لا، عموما ما بيبقاش قد كده. البتنجان لا، ما بيعملش حاجه. هي خلاص مالت بقى. ايوه ايوه، المنبر العجالي ده بيبقى كبير. عايز اقول لكم ان انا لو قعدت وسط الاثنين دول النهارده هي كل حاجه انا هشرب، اقسم بالله هشرب. انت بطيت كنت نايم، مش كنت نايم على الكنبه اللي ناحيه دي؟ ها؟ وانا كنت نايم على الكنبه اللي ناحيه دي. استني بس، وانا ببطت في النص كده قدامكم في الكاميرا، سبحان الله، يعني في مسافه اساسا ما بيننا. معلش معلش، كمل اكلك عشان هي كمل اكلك. عارفه الفيلم كان اسمه ايه؟ بتاعت الحلاوه يا بلد. لا لا، كان اسمه ايه اللي انا بيعمل كده بلسانه؟ كان اسمه الممثل. اسمه ايه؟ اللي كان بيعمل كده. حمد الوزير. حمد الوزير. كل يا حبيبي، لا نشفه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. اكيد هيعجبكم، اكيد. ولو وصلتوا للخمسه دي لايكات، فكروا في ده لايكات. العربية داخلة بظهرها. ايه اللي داخل بظهرها؟ العربية بتاعت الأداب، مكس الأداب. حلو، لو الفيديو ده وصلتوا فيه لحد الدقيقة دي اكتبوا لنا ايه؟ الله ينور عليكم، نشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. سلام عليكم. سلام عليكم.